تفاصيل أكتر بينضم لينا على التليفون الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. مرحب بيكي أستاذة حنان. مساء الخير يا سيدة. مساء الخير. مساء النور يا فندم. أستاذة حنان، إحنا شايفين فكرة التمويل البديل، لو تشرح لنا أكتر إيه المقصود بفكرة التمويل البديل وانعكاسه على الاستثمار في مصر؟ بصي، هو موضوع التمويل هو من أهم المواضيع اللي بتسعى إليها الدولة بحاجتها من الاموال لتم استثمار مشاريعها وبنيتها التحتيه وكافه المجالات التنمويه اللي بتستخدمها الدوله. طبعا عندنا مصادر تمويل، في تمويل مرتفع التكلفه وفي تمويل منخفض التكلفه. من بين التمويل يعني مرتفع التكلفه او اللي له تكلفه اصدار ادوات الدين اللي هي ما بينها السندات وال سواء كانت سندات محليه او اجنبيه، اذا كانت سندات طويله الاجل قصيره الاجل بعملات مختلفه، سكوك اسلاميه، اذا كانت بتستخدم سندات خضراء، اذا كانت بتصدر كمان سندات في السوق الصيني كمان يا استاذه حنان. احنا حاليا بصدد ان يتم التعاون مع الجانب الصيني. الصين واليابان ومعظم دول العالم، وفي كمان اصدارات بعملات اخرى بنزلها من الامارات زي الريال السعودي، بس على حسب احتياج الدوله من العمله الاجنبيه وعلى حسب كمان المنطقه اللي بيغطيها في الاحتياج من المتعاملين. طبعا في برضه مصادر اخرى للتمويل، وهي مثلا زي طرح شركات في البورصه عباره عن مشاركة في أسهم مطروحة من سابق أو يعني طرح شركات جديدة. من جين برضو العملات اللي هيتم التعامل بيها الفترة القادمة زي ما حضرتك ذكرت اليوان الصيني، وفي كمان الين الياباني، في سندات الساموراي، ودي من السندات اللي هتبقى بالين الياباني، ودي فترتها طويلة والعائد بتاعها عائد يعني الفايدة اللي بتتعمل عليها فايدة منخفضة، إلى جانب إن هي بتغطي طبعا احتياج المنطقة الشرق آسيا وخصوصا اليابان. وعلى فكرة اليابان هي اللي طلبت هذا النوع من السندات من مصر لاحتياجها إن هي تتعامل مع الاقتصاد المصري، وشايفه ان في اقتصاد واعد وعنده مناطق نمو قويه، وشايفين وقارين المشاريع المتواجده داخل مصر. يعني هم اللي طلبوا ان هم يتعاملوا بهذه السندات. طبعا كل نوع من السندات اللي انت بتصدرها بتعمل لها ترويج كتير، بتشوف التغطيه تبقى قد ايه، ممكن انها تعمل مثلا مره ثانيه اصدار ولا هتكتفي بهذا الاصدار، توقيت الاصدار، مده الاصدار، لان احنا عندنا اشادات دوليه بان احنا بنقدر نعمل سندات، بس كانت عندنا مشكله اللي هي فتره، فكان بياخد مننا دايما البنك الدولي اطاله فتره الدين، لان برضه الفتره القليله بيبقى عاده فايدتها بتبقى يعني عاليه، وتاني حاجه بيبقى احتياجك ليها ان انت تمول مشاريع طويله الاجل بتبقى مش سهله. فكنت بتضطر ان انت تصدر اصدار تاني واصدار تالت، فلا من الافضل ان انت تصدر لفترات اطول. وطبعا احنا عندنا الفترات يا اما 90 يوم يا اما 3 سنين او اكثر من كده، وبيبقى في اصدارات لمده 40 عام. ودي متعارف عليها طبعا في جهاز التمويل العالمي. عايز اسال حضرتك يا استاذه حنان على اتجاه مصر للسوق الاسيوي، الصين واليابان والجزء الاسيوي من العالم ده، دلالته حضرتك شايفاها ازاي؟ بص، اهم حاجه طبعا ان انت بتبقى يعني زي ما تقول بتزعزع الدولار من على عرشه، لانك بتبتدي تصدر بعملات اخرى غير الدولار وتعاونات مع دول شرق اسيا، فبتبقى العمليه بالنسبه لك ان انت بتنوع مصادر التمويل ونوع العمله ومعادلات التغطيه او الاماد، وده طبعا بيساعدك ان انت توفر عمله اجنبيه، لان اما بتيجي تتعامل في سلسله العملات مش لازم بس يكون في المصادر دي
بيساعدك ان انت تثبت صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية اللي وبعدين تبقى تعمل بقى تقويم بالدولار. لأنك أنت باستمرار لو أنت بتصدر بالدولار فأنت مخلي الدولار هو رقم واحد. وعلى فكرة الاتجاه ده مش عندنا بس في مصر، لا في المنطقة العربية في تعاملات كثيرة باليوان الصيني لعمق العلاقات الشرق آسيوية بالمنطقة العربية، وفي كمان بعض المتجرات في الفترة القادمة هتبقى بالروبل الروسي بسبب اعتبارات طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال على استعراض كل التفاصيل الخاصه بنيه مصر طرح الصكوك في السوق الصيني.